أسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم وحيثما تواجدتم في عدد جديد ومتجدد من برنامج في حضرة إفريقيا، والذي سنستعرض من خلاله عن الأرقام والإحصائيات الخاصة بدور مجموعات كان الكاميرون. أسعد باستضافة الناقد الإعلامي والمدرب في نفس الوقت سمير الإعلام، أهلا ومرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة. تحية رياضية لك نازم، وتحية رياضية لكل مشاهدي قناة الحياة. أكيد شكرا لك على حضورك سمير في غياب زميلي المعتاد على الحضور رضوان مهداوي، الذي أوجه له التحية وأتمنى له الشفاء العاجل لرضوان مهداوي الذي أصيب بزكام، نتمنى لا يكون كورونا إن شاء الله. رضوان مهداوي بالشفاء عليك. إذا نبدأ مباشرة سمير، على غرار كل الجزائريين خيبة أمل كبيرة في الشارع الجزائري وفي الوسط الرياضي، يمكن القول أن الكان في أذهان الجزائريين راحت، يعني ما يزيدوش يتابعوا المباراة كما مع الأول. لا ما نقولوش ما يزيدوش يتابعوا، لكن ليس بنفس الحماس. أنت تشجع منتخب بلادك، أكيد يكون فيه حماس، تنتظر مباراة منتخب بلادك بشغف. لكن الآن نقولوا بلي لو شارم تاع شارم، هذاك هو قصدي، لو شارم تاع لاكان راح. أكيد أكثر المتشائمين الجزائريين لم يكن يتوقع هذا السيناريو، أقول سيناريو سيء وسيء للغاية، الخروج من الدور الأول بمثل هكذا أداء، أقول أداء من حيث النتيجة ليس من ناحية المردود، من ناحية المردود حتى وأنه المردود فيه بعض اللاعبين كانوا خارج الإطار، لكن هذا شيء عادي، يمكن أنه لاعب يكون في نهار ويمكن ما يكونش في الدورة هذيك أكيد، لكن ما تكونش في الدورة، تعرف بأنه الدورة تأتي مرة في سنتين أو ثلاث سنوات، يعني يزم تحضر لها ويزم تغتنم الفرصة، كيف تحضر لمباريات كأس أمم إفريقيا؟ ليست هي مباريات كأس العرب وليست هي مباريات كأس العالم، أكيد فيه خصوصيات وفيها فيها أشياء خاصة بالنسبة لي، خاصة كما نعلم من ناحية التنظيمية. نتكلم من الناحية التنظيمية، اسمح لي سأتحدث عن الناحية التنظيمية في نقاط اللي جايتنا سمير. نبدأ أولا بالحصاد الخاص بدور مجموعات، والذي أعطينا صورة حتى يعلق عليها سمير، وهو في 36 مباراة سمير تم تسجيل 68 هدف، أحسن هجوم الكاميرون بسبع أهداف، أما أضعف هجوم هو غينيا بيساو الذي لم يسجل أي هدف. تعليق أولي حول حصيلة الهجومية لدور مجموعات كان الكاميرون في 36 مباراة 68 هدف، نشوفها بلي فوق ليس مقارنة بتاع مصر، يعني مقارنة مع مصر أكيد، لكن هي معدل هدفين أو هدف في كل هدف ونصف في كل مباراة. اليوم نتكلم على لا نقول عقم هجومي، لكن نقول بأنه نقص فعالية، ونشفنا في المنتخب الوطني، يعني سوء أرضية الميدان خاصة اللي يلعب فيها جابوما اللي يلعب فيها صناعة الحدث سامر اللي يلعب فيها المنتخب الوطني الجزائري. تصور لو كانت الأرضيات كانت مليحة، لو كان شفنا أداء هجومي أكثر وأفضل، لأنه نعرف بأنه المهاجمين يبحثوا عن أرضيات مناسبة حتى يقوم بالتوغل، حتى يقوم بمراوغة، حتى يكون فيه ضمان للكرة تروح بشكل سليم للصديق ديالو ولا الزميل ديالو. لكن شفنا بأنه فيه عوامل كثيرة أثرت على اللاعبين خاصة من الناحية الهجومية ومن الناحية الدفاعية. بخصوص الدفاع، المنتخب السنغالي أسود التيرانغا الذين لم يتلقوا ولا هدف، أضعف دفاع موريتانيا بسبع أهداف، ويبقى مهداف الكاميرون وأبو بكر بخمس أهداف. شوف نعاود نولي فقط ب 30 ثانيه للوراء، تكلمنا على الهجوم قلنا احسن هجوم هو الكاميرون. شوف التحفيز والدعم الجماهيري وارضيه الميدان اكيد فيها تحفيز، تدفعك الى الامام، حتى اللاعبين متعودين على اجواء بلدهم المناخيه بالفعل الدروسية. وكثيرا ما عودتنا منافسات مثل هكذا، منافسات على مستوى العالمي سواء كاس امم اوروبا او كاس العالم او حتى كاس العالم بنسبه اقل، لكن كاس امم اوروبا او كاس امم افريقيا
افريقيا او كوبا امريكا، كثيرا ما البلد المنظم هو اللي يكون فيه عنده احسن هداف واحسن هجوم. شفنا بلي الكاميرون عندها مهاجم اللي ينشط في ابو بكر اللي ينشط في الدوري السعودي، راهو احسن هداف بالنسبه لي، احسن دفاع السنغال حتى تقدم اكثر. شوف، لم تتلقى اي هدف وسجلت هدف واحد، يعني فيه يعني تدبدب. يعني شوف، السنغال منتخب قوي، يمتلك دفاعات قويه، وحتى في غياب كوليبالي لاعبيه ناحيه بدنيه كبيره جدا، لاعبيه يعني طوال القامه وعندهم يعني لافورس. أفارقة كثيرا ما يمتازون بالبنية الجسدية المورفولوجية يعني القوية، وعندهم الاندفاع البدني. لكن بغض النظر على هذه المواصفات، نتكلم على دفاعات قوية وقوية جدا من الناحية الفنية وحتى من الناحية التقنية. جل اللاعبين ينشطون في كبار الدوريات الأوروبية، وعندهم يعني الركيزة الأساسية وقائد الفريق غائب، كوليبالي. نتحدث على كوليبالي. شوف، السنغال لاعب نادي نابولي، السنغال تواصل سلسلة النتائج الإيجابية منذ خسارتها أمام الجزائر في 2019. تعلموا من أخطائهم أكيد. وأما بخصوص موريتانيا منتخب مشاركة من أجل المشاركة، من أجل المشاركة. هو يعني لما تأهل إلى نهائيات كان الكاميرون جاء حدث إنجاز أكيد. نذهب إلى اللاعب الأكثر صناعة للعب، وهو يوسف بليلي الذي صنع 12 فرصة، لكن تصور المنتخب سجل هدف فقط، يعني هنا علامة استفهام. شوف، هي كان صرح الناخب الوطني، قال حتى هو ما لقاش الحلول لهذا الوضعية، أنك تستحوذ على الكرة، أنك تصنع الكم الهائل هذا من الفرص لكن لا تجسد لأهداف. تبقى علامة استفهام طويلة وكبيرة وعريضة. لكن أنا نشوف اللي ربما أرضية الميدان وكذلك الكثير من التركيز والكثير من الناحية البدنية، نقص من الناحية البدنية. شوف، هي فيه دراسات خاصة بالنسبة لبليلي اللي أدى يعني كأس عرب في القمة، بعدها مباشرة بعشر أيام زاد شارك في الكان ولعب أساسي. أكيد كثرت، نقدر نقولوا جبد قاع وش عنده، كثرت المباراة. شوف، تكلمنا على خاصة لو بلا فريق، هاك سبقتني، تكلمنا على عدة عوامل. من بين العوامل الآن اللاعب بدون فريق، أكيد من الناحية الذهنية البسيكولوجية يبقى اللاعب يعني ما بين النارين، يعني يلعب كأس أمم إفريقيا على أعلى مستوى، بعدين يبحث على نادي ولا يبحث على نادي ويلعب بأقل مستوى في كأس أمم إفريقيا. لكن أنا نظن بأنه بليلي يملك إمكانيات كبيرة، رغم أنه ما بين قوسين أنا شفت باللي كان بالإمكان أفضل مما كان في هذا الكان. نبقى دائما في الأرقام والإحصائيات الخاصة بالدور الأول من الكان، 18 ركلة جزاء تم تسجيل 10 وتضييع 8، مع تألق الحراسين هضروا عليهم، لحوالي 6 حراس تم اختيارهم كأحسن لاعب في المباراة على غير الدورات القادمة. أنا نقدر نقول كان الحراس هذه المرة، كان دفاعات الحراس والدفاعات. تكلمنا على شحال هدف سجل في هذا الكان، وشحال دفاعات اللي كانت قوية مثل دفاعات السنغال. الآن أكيد شوف، نعود نقول للمرة الثالثة بأنه هناك عوامل هي اللي تأثر على المهاجمين. شوف، الحرارة، الرطوبة، نتكلم على عامل المناخ، هذا عامل المناخ. شوف، حتى التعب بعدين يعني تخرج من الماتش، تخرج يعني هناك الناس كاين سمير اللي قيم كي تقول له الحرارة رطوبة يقول لك خلينا من الحرارة رطوبة، نقعدوا نهضروا غير عليهم، ما يعلموش الظروف. شوف، هادو اللي ما يعلموش هاد الظروف، لو كان هو راح ريح في المدرجات فقط يعيا، فما بالك اللاعب اللي تكون انتونسيتي شدة عالية، يعني زيد لها حتى لو ستريس تاع الماتش، أشياء كثيرة جدا. حتى نهضر بالمختصر المفيد سمير ونستفيد منك في هذا العدد، من أهم ميزة هذه الدورة العديد من الأخطاء التنظيمية اللي سبق وكنت أنت أشرت لها في بداية حديثك، الانطلاقة بفضيحة الكبير للحكم سيكازوي الذي أنهى المباراة قبل وقتها، قالتك تعرض ضربة الشمس، اللاعبين تعمالي عادوا، منتخب تونس لم يعود، بعد ذلك الخطأ
في النشيد الوطني لمنتخب موريتانيا تم إعادته 3 مرات. الخطأ في الصورة في صورة الحافي التي تم وضعها على رأس في جزر القمر، الحافي الخاصة بهم، تم وضع الصورة للاعب لينتمي لمنتخب الجابون، إضافة إلى أرضية الميدان، حادثة الاعتداء على الصحفيين الجزائريين، عدم عديد من الأمور التنظيمية التي كانت نقطة سوداء في بداية هذا الكان، التي كانت بدايتها متذبذبة، خاصة المنطقة اللي كان متواجد فيها المنتخب التونسي هي منطقة توجد في حرب بين الانفصاليين والجيش. كل جل العوامل اللي تكلمت عليها صبها فيما كنا في الإحصائيات اللي كنا نقولها مقبلة، تضييع ضربة الجزاء وهذه عوامل مؤثرة على اللاعبين. طيب لعب دور كبير أكيد. ونضيف لك أنا المعلومات نازم، أنه في حصة من حصص المبرمجة اللي كانت مبرمجة بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري، أن المنتخب الوطني الجزائري لم يجد الحافلة، يعني اللي تقل لأرضية الملعب وراح في ديميني بيس. سمير أدرك أنك يعني وقيل ما لحقتك فقط المعلومة، السيد صالح بيعبود وضح في هذا الشيء مكلف بالإعلام، قال لك اللاعبين فضلوا يروحوا في سيدي ميني بيس. شوف اللاعبين اللي فضلوا الحافلة كانت متواجدة هنا. معلش وأنا نعاود نعطي نمد لك المعلومة اللي مديتها لي من زاوية أخرى. تفضل سامي. من زاوية أخرى، شوف المنتخب الوطني حتى صالح بن عبود الزميل يعني نشكره بالمناسبة، يعني كامل الاستاف دخل في نظام ومنظومة بالماضي، حتى وأنه تصرح بالماضي لو سمعته البارحة والبارح تكلم قال هناك أشياء لا يجب أن تخرج للعالم. قالك من بينها إصابة اللاعبين، قالك ما قدرش ليس كل ما يعرف لاعبين مصابين بكورونا، ليس كل ما يعرف يقال. احنا قبل كان كنا متواجدين هنا رفقة الزميل منير بن قاسي اللي نحيه بالمناسبة، قلت لك أنا فيه عدة إصابات، وإحنا تكلمنا أنت ومنير، قلت لي فيه إصابتين، لا كاين أشياء لا تخرج للعالم حتى لا تتار البلبلة. اليوم أنا أقول لك بلي حتى فقط تموني أنا غلبت في هذه وغلبك في بندبكة. لا شوف هذه لا شوف شوف بندبكة والله يعني أنا من أنت بندبكة قلت لنا يعني يديه لك لا يستدعيه، لكن في آخر لا قلت لك يستدعيه لكن لم يشارك، لكن في الأخير شارك مبارتين. كيف أشارك بندبكة؟ شوف أنا بندبكة شارك بعد إصابة زلوقي بندبكة بندبكة نحييه ونحييه على المردود دياله، على المتابرة دياله، على عدم يعني ما يتريشيش فوق أرضية الميدان. لكن شوف يا ناس حتى نكونوا والله غير تخلي لي 30 ثانية. شوف عامل السن 29 سنة، لو كان ما فعله بندبكة يزم يكتسب الخبرة، لكن عامل السن 29 سنة ما يكتسب الخبرة. لو كان تصبر على لاعب في عمره 21-22 سنة نقوله بالإمكان، لكن شوف بندبكة نقولها بكل صراحة لم يقدم أي شيء في الكان. نقولها بكل صراحة سجل هدف، لا الهدف هذاك نابورتي سجلو، ما شوف كي يقول نابورتي سجلو والله غير الناس هاول، حتى التصريحات ربما تفهم غلط وتفهم من زاوية أخرى، لكن أنا نشوف قلت كلمة مال اليوم كي أعطيتني الفرصة. أنا في 2019 بعد مباشرة بعد الفوز بكأس أمم إفريقيا قلت يجب البحث عن بديل قديورة، ورانا شفنا بلي قديورة ما كانوا غيابه واضح ودور جدا. أكيد نذهب إلى مدينة الباهية وهران، معنا قادة شافي رئيس جمعية راديوز وعضو فيدرالي سابق. قادة أهلا ومرحبا بك. السلام عليكم والتحية الرياضية وجميع متتبعي قناة الحياة والضيف الكريم. إذن قاد المنتخب الوطني، أنت كعضو فيدرالي سابق في عهد المكتب الأسبق بقيادة الحاج محمد راوراوا، كيف رأيت إقصاء المنتخب الوطني الذي نبقى دائما معه وراءه ونلتف معه مع أشبال الناخب بالماضي؟ تفضل قاد. أولا هي خيبة كبيرة، ما كناش ننتظر هذا الإقصاء اللي زعمك يتبع الفريق الوطني والمناصرين كانوا يقارعوا المرور إلى الدور الثاني وتحقيق نتيجة إيجابية بالنظر إلى المرتبة اللي كان يمتلكها المنتخب الوطني بصفة حامل لقب. يعني وقبل هذه كأس إفريقيا الفريق ما كانش يعيش يعني أزمة تاع نتائج، ما كانش يعيش انكسارات ولا تكتلات، يعني هذه جاءتنا مفاجأة كبيرة وغير منتظرة، والحمد لله وعسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم. يعني نستفدوا من
من هذا اللي شاك ومن هذا الخيبة أكيد. باش نصحوا روحنا إن شاء الله على شهر ونص. ولابد أن نتعلم من الأخطاء. قاد الكثير من النقاد سواء كانوا إعلاميين أو مدربين أو حتى مسيرين سابقين في الاتحادية علقوا على عودة اللاعبين مباشرة بعد نهاية المباراة، ونعلم الحالة الوبائية، ولما شفنا اللاعبين في المطار هم من قاموا بكل الإجراءات الإدارية. كيف تعلق على هذا قادة وأنت عضو فيدرالي سابق؟ لا أصلت إن إحنا 2013 في جنوب إفريقيا واللاعبين يعني مشاو عادي، إحنا ما حبيناش ما عرفناش شكون المنظمين، يعني شكون مولفين الفريق الوطني يبان غير بالماضي، لازم نعرفوا الأشخاص اللي هما يمثلوا. أنا تمنيت يكون في المنظمة، يكون نائب الاتحادية، يكون البيتي، يعني كل مانجر أشخاص يمون في يشوفوهم ويكتفهم الجمهور. شتنا الجوارة، شتنا اللعبة غي واحدهم في المطار، ما عليش، هذه مشي مشكلة، هذه مشي مشكلة. تعرف اللي ما ناش في بلد يعني متحضر كما جنوب إفريقيا أو مصر، يعني شتو المطار، الحالة على المطار كي دايرة، واللعبة يعني ما من لعبة يكونوا خافوا على رواحهم. تعرف اللي أنهم يعني إذا هم شاكين في رواحهم بالك يكون فيهم ذاك مرض مرض تاع الكورونا، او بغاو يعني المراره تاع الاقصاء، حبوا يهربوا من ذاك الضغط اللي كانوا يعيشوه، وحبوا يهربوا من ديك الخيبه، وحبوا يعني يروحوا للديكور ويروحوا وجه جديد ويروحوا يعني نظره اخرى اللي هي العائله تاعهم اولا والفريق تاعهم، باش يعاودوا يعاودوا يبريبارو من جديد. وانا نظن ما يلخش نصبوا الزيت يعني بزاف ونخلقوا اكيد اكيد مشكله، يعني هذو اشياء ثانويه. يا هل ترى كل حقنا النهائي ولا خرجنا من الدمي فينال يعني بلا تاتوت يعني وراسنا مرفوع وصلت هذه، كنا هذه هي التداعيات تاع الهزيمه كل شيء، يعني نعلقوا على اي شيء سلبي. اكيد وافقك الراي، وحتى سمير الاعلام متواجد معنا. عندما تكون هناك هزيمه سمير وقاده تظهر الكثير من العيوب عكس عندما تكون هناك انتصارات، بخصوص الانصار قاده الذين قدموا صوره مشرفه عن المنتخب الوطني، ومنهم المعروف محمد باريق الذي تم اختياره كاحسن مناصر في احدى مباريات الخضر. يعني زروال صديقي، زروال راهو معروف، زروال راهو معروف وصديقي يعني، وتربطني علاقه طيبه معه ونتواصل معهم. هذه المجموعه من المناصرين اللي نعرفهم انا منذ سنه 2008، يعني بدايه ملحمه التاهل الى مونديال جنوب افريقيا. ناس طيبين، ناس يحبوا الفريق الوطني، ناس ما يحبوش يعني يفسدوا، واش تقارع يعني يحبوا هذا الفريق الوطني، مناصرين يعني بارك الله فيهم، مثل الجزائر احسن تمثيل، نطمئن العائله تاعهم. انا نقول لهم بلي تواصلت معهم يعني ليله الامس، هما في صحه جيده، وبدايه من ان شاء الله يوم الاثنين صباحا يكونوا متواجدين، اللي يسكن في اوروبا، اللي يسكن في البليده، في الشرق الجزائري، في الجنوب، في وهران عندنا، في المحمديه، يعني يكونوا اكيد يعني يكونوا برك. احنا لازم 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 برك نحضروا منظر وكذلك تنقل انصار المنتخب الوطني. اليوم كي تكمل القرعه ان شاء الله ونعرفوا مع من لعبوا، لازم المسؤولين والشركات اللي مولفين يتكفلوا بسفرية الأنصار، لازم ننظموا المناصرين باش نتنقلوا إن شاء الله للبلد اللي يلعبوا معهم قبل الذهاب إن شاء الله. لازم اللاعبين يحسوا روحهم تكون عندهم حماية ويكون عندهم سوتيا مورال من طرف في سيبورتال، لازم ننسوا كلش، لازم نعاودوا صفحة. وأنا البارح نحيي يعني نحيي بالماضي كي راح لباريس، راح باش يتلاقى مع العائلة تاعو، راح باش يتلاقى مع المحيط تاعو القريب ويعاود راجع نفسه ويقول شاي الحاجة اللي ما تمشاش وشاي الحاجة اللي خلت الفريق الوطني من القمة يعود يهبط إلى هذا المستوى المنحط. ونظن أنا هذا المستوى المنحط عبارة عن مرحلة كبوة جواد فقط، يعني لك تشوف فرنسا، فرنسا فرنسا الدولة كوب دي مود 98، من بعد داو كاس أوروبا، إسبانيا كذلك، من بعد ولي ما تشابيكو غير يربحوا راحوا كاس العالم، لقاو روحهم طروا ديفات بصح تمتم الناس رجعت روحها وعاودت فطنت وعاودت من جديد، ما يليقش بصح. انا برك برك نتمنى حاجه، لازم الفريق الوطني تكون عنده حمايه من طرف المسؤولين تاع الدوله الجزائريه، وهذا ما عارفش شنو يقول، وهذا ما نتمنى. يعني تاع البيزون دا ريبوبليك والسوتي تاع وزير الشبيبه والرياضه يعني راه بينوه، لازم نحمو الفريق الوطني ولازم بالماضي يحس روحه باللي راه محمي داخليا وراه محمي خارجيا. شكرا. غير فلاسطين
بيكنيك. شكرا لك قائد الشافي على هذا التدخل، كنت معنا في من وهران، نشكرك. سمير، نذهب إلى التشكيلة المثالية التي اختارتها الكاف لدور المجموعات، أعطيها لنا وليد حتى نشاهدها ونعلق عليها. تفضل سمير، في غياب تام لتواجد أي لاعب جزائري سواء من بنك الاحتياط أو في الأساسيين. التشكيلة هي تشكيلة دور المجموعات، دوك التشكيلة هذه ما على بالناش واش معايير واش مواصفات حتى مميزات باش خيروا هاد اللاعبين. احنا ما راناش نشكوا في هاد اللاعبين ما عندهمش مكانه، لكن انا ربما اقول ربما كان فيه بالليلي على الاقل يتواجد في القائمه في التشكيله، لانه اكثر لاعب خلق فرص. نتكلم على لاعب خلق 12 فرصه في 3 مباريات، اظن بانه شيء الكبير وما يمكنه بالتواجد مع في هاد التشكيله. انا هاد المعايير والله ما على بالي كاش خيروهم، لانه ولا خير المعايير هذوما مقارنه مع اقصاء المنتخبات وليس بمردود اللاعبين، هذا شيء اخر. لكن ان تحدثنا عن مردود اللاعبين انا اقول لك على الاقل يكون متواجد على الاقل يوسف بليلي. شوف لاعبين اخرين، واحد يكون صريح على حسب الامكان، مردودهم متوسط كان تحت المتوسط خاصه، لكن وان الاعلام بالامس كنت لاحظ الاعلام المصري ركزوا كثيرا على بن سبيعيني، قال لك هذا اللاعب خرج أكاديمية بارادو، لديه العديد من المواصفات التي أهلته للعب في البطولة الألمانية في بوروسيا مونشنغلادباخ. قال لك لكن لم نرى بن سبيعيني الذي رأيناه في 2019 في 2020 في 2021، وإضافة قال لك شاهدنا لاعب يقوم بقرارات انفرادية فوق أرضية الميدان، والدليل هي بطاقة صفراء اللي أخذها في المباراة الثانية. قال كان منرفز وكأنه أصبح هو مدرب نفسه. شوف نازيم، الحمد لله، شوف انا نقولها للمره الثالثه، البارح في قناه قبلها في الاذاعه، في كل مره نقول ما نحبش نتباهى بالتصريحات، لكن الحمد لله موجوده التسجيلات. كنا انا وياك وبن قاسي هنا أكيد. تكلمنا على بن سبعيني، قلت لك بن سبعيني انا ما نشوفش شتي هو اللي حيقارع بن سبعيني، لكن بن سبعيني اليوم ولا كان فيه مدافع ايسر آخر موجود على الدكة ما يقومش بهذه الأشياء، قولها بكل صراحة. لكن من ناحية أخرى يعني جل لاعبين كانوا في نفس وضعية بن سبعيني. أكيد. نذهب إلى جوائز الفردية التي أعلن أنها أيضا الكاف كأحسن مدرب ومدرب منتخب نيجيريا. أكيد. تفضل أغوستين الذي نال العلامة الكاملة تسعة المرة الأولى في تاريخ منتخب نيجيريا يفوز بثلث مباريات في دوري المجموعات ويتحصل على العلامة الكاملة 9 نقاط. الحارس المصري الشناوي كأحسن حارس بالفعل يملك من الإمكانيات ما تمكنه لأن يكون أفضل حارس في الدورة لو مصر تمشي بعيد في الدورة. وأبو بكر كأحسن هداف، هذا شيء عادي لأنه أحسن هداف إضافة إلى لاعب غينيا اللي ينشط في نادي برشلونة موريبو الذي أيضا تألق في وسط الميدان. شوف الجوائز هذه لحد الآن هي تبقى رمزية. وقتية هي الجوائز، يعني في بعد النهائي اللي تكون الكلام الحقيقي لأنه شوف حتى شناوي يعني حارس كبير وكبير جدا، لكن لو تقصى مصر على يد كوديفوار ما حاش يكون أفضل حارس أكيد. هذه جوائز خاصة بدور المجموعات. نذهب إلى ملعب جابوما والملعب الذي أسيل عليه الحبر كتر عليه الحديد. تصور، تفضل سمير، شوف صور مع تصور أنه هذا الملعب سيحتضن مباراة مصر أمام الساحل العاج في دور ثم النهائي كأس أمم إفريقيا، وكأن اللجنة المنظمة تصر دائما على برمجة المباريات. أكيد. شوف كارثة المنتخب المصري اللي ماشي يساعدوا هذا الملعب، خاصة أنه كان يلعب في ملعب ليمبي، كان الملعب جميل جدا، عكس هذا الملعب اللي يساعد الكوت ديفوار اللي متعود 3 مباريات فيه، المباراة الرابعة يعني حفظ المعالم تاعهم. هذه الناحية أكيد المنتخب المصري راح يعاني كثيرا. شوف لاعب باختصار باش نروحوا باختصار لاعب كيكون على اعلى مستوى مثل اللاعبين كوت ديفوار الذين ينشطون في كبار الانديه الاوروبيه، انا نقول لك يلعب فيها 10 مباريات وما يساعدوش وما حاش يوالفوا، لانه ليس ملعب هذا يصلح لممارسه كره القدم. اما على المنتخب المصري انا نقول لك هو سلاح ذو حدين، ربما سيعرقل الكوت ديفوار لانه
افضل نوعا ما من الناحيه الفنيه، اقوى من المنتخب المصري، لكن الان مباراه اقصائيه بملعب مثل هكذا، ارضيات بوضعيه في حاله كارثيه كما هذه، انا اقول لك ربما سيكون العكس في صالح المنتخب المصري، اللي حيعرقل المصر اليوم لو كان تعرف كيفاش تسير مباراتها وتعرقل الكوت ديفوار تمشي بهم ال 120 دقيقه وربما ضربات الترجيح. نذهب الى نقطه مهمه حدثت في هذا الكانو، هو التحكيم النسوي لاول مره رباعي نسوي يقوم بإدارة المباراة. أعطينا زميلنا تفضل، التحكيم النسوي نقطة إيجابية. إيجابية أكيد على الطريقة الأوروبية، نعرف بأنه في إفريقيا ما عدا حدث مثل هذا اللي بإمكان كانت توضع يعني حكم تكون امرأة، لأنه نعرف في منافسات أخرى ليس بإمكانها أكيد، خاصة الاختيار يكون حسب نوعية المباريات. نذهب الآن إلى وصول المنتخب الوطني، وزير سبقة قام باستقبال الناخب الوطني الذي غادر مباشرة فور نزوله من الطائرة. وليد أعطينا صورها لك، شيء جميل جدا أكيد. هي تحفيز لانه أكيد، وغادر مباشره الى العائله عكس ما كان هناك تاويل وكلام زائد جدا، وهو ما يزعج الناخب الوطني. نقدر كما قلت سمير اننا ننتقد بالماضي كمدرب انتقاد بناء، انتقاد ايجابي، انتقاد مفيد، لكن الانتقاد الانتقامي يسيل بي يعني لما تشاهد مثلا سمير باش لا توافقني الراي انت كمدرب اكيد، لما تسمع لاحد المحللين يقول لك مثلا بالماضي ضعيف تكتيكيا، كلام يعني زائد، كلام سلبي، وكأنهم كانوا ينتظرون الرجل يعني في المنعرج ويقوموا بذبحه، وهذا ما يستطيعوش لأنه بالماضي لديه ثقة الشعب، ثقة الإعلاميين، ثقة السلطات الجزائرية. لكن من جهة أخرى أنا أحترم جميع الآراء، لأنه يبقى لكن يعني ما تروحش شوف أكيد ما تذبحش الناس، لكن شوف هذه ترك مدرب سمير يجي واحد يقول لك ضعيف تكتيكيا، شوف ما يقدروش حنايا نقزموا الناس، لأنه ربما هي البعض عنده خلفيات وينتهز في كل تصفية حسابات، لكن احنا نحكيو من الناحية المستقبلية، نتحدو على الأفق المستقبلية بالنسبة للمنتخب، نقولها بكل صراحة، أنا ما نش نقول بالماضي ضعيف تكتيكيا، ما ربما ليس لي المستوى حتى نكريتيكي ننتقد بالماضي، لكن هذه ما بين قوسين أنا ما رانيش نصب الزيت على النار، لكن لم نجد الحلول. هاو المشكل اللي تبقى قضيه اختيارات، هي تبقى انه كانت لديه اختيارات، شوف اخطا في الاختيارات هو مسؤول عليها ان شاء الله. احنا بارك الله فيك، بارك الله فيك، الان يجب المراجعه، تصحيح، يجب التصحيح الان. هاو واش كنا نتكلموا يا نازيم، الناس لازم تعرف اشياء، ماشي نتكلموا باش نتكلموا، انا ما جيتش اليوم البلاطو ولا هنايا باش الناس برا السبب اللي خلى الناس تدعيوك دائما بارك الله. شوف ما نقولوا احنا اهل الاختصاص على مستوى، لكن احنا رانا في المهنة، رانا في المهنة، أنا نجي نمد رأيي حسب وجهة نظري ماشي على ما يرضي الناس، لأنه اليوم نتكلموا من الناحية الفنية كانت فيه أخطاء من الناحية التكتيكية، وكانت فيه أخطاء من خيارات كانت سابقة قبل بداية كأس أمم إفريقيا. بوغرا في الطاقم الفني وغياب سيرجيو روماني والمساعدين أكيد أثر 200%، نقدر نقولوا بالماضي ما لقاش الستاف اللي كان يتكل عليه مليح. شوف ما راناش نقلوا من المساعدين اللي كانوا مع بالماضي، لكن كي يكون عندك انت شاطر عنده ريفلكس اكيد لانه لم نجد الحلول. شوف كانت فيه حتى هذه 10 ثواني، شوف خطا مباراه غينيا بيساو، انك تلعب بندبكا اكس سونتري غوش وبالناصر سونتينال بعدين يتفطن ويغير، شوف اشياء عاديه، اشياء احنا هاو شوف اسمح لي نازيم كمدرب نازيم فقط حتى الوقت والله يضيق، سنتحدث في المباشر الثاني وفي القرعه التي ستكون مباشره على قناه الحياه. وليد لو تعطيني صورة ليس لمحرز وإنما صورة إيبوسي، شقيق ألبير إيبوسي الذي تم التنقل إليه أمس رفقة الصحفي زميلنا سمير بادي، على عكس ما كانت تتداوله الصحافة الكاميرونية بأن لعنة إيبوسي، بأن أن المنتخب الوطني انهزم لأن إيبوسي من دوالا وروحه تطارد، هناك أمور خزعبلات. جميل جدا هذه الصور، شوف شقيق إيبوسي بالقميص الوطني وبالعلم الوطني، نحيي سمير بادي زميلنا
لتنقل ليه واجرى معاه حوار. بعدين نصور حتى نشوفوها ونتهضروا مع سامير. هذه زوبعه في فنجان. كاين الناس اللي تحب تصطاد في المياه العكره. الان تكلم على الصحافه الكاميرونيه، مع احتراماتي للصحافه الكاميرونيه، هي بقايا الصحافه العالميه. نتكلم على مثل هكذا اشياء يندى لها الجبين. اليوم نتكلم على 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 ماشي نقدروا ما نقولوا بين قوسين، هي شغل فونجونس يعني زوبعه في فنجان. لا امور انا شفت صحفي طاح على بالماضي ويقول له، حتى احد الصحفيين في ندوه صحفي الاخيره بالماضي يطرح له سؤال، قالوا لعنه ايبوسي حتى بالماضي يعني الحارش. شوف ولا جزائري كان يتمنى وش ترى الايبوسي. هذه من ناحية الإنسانية، احنا ما ناش لهنايا باش نكونوا قتلة ولا لا، لكن ما حدث مع إيبوسي هي خطأ وكان فيه الناس تحاسبت، لكن الآن تبقى فيه حسابات وحسابات. أنا شفت فلائن لغرون تيتر تاع الصحف، يعني هي حقيقة بقايا الصحافة. أكيد الوقت يضيقنا وسنعود مشاهدين الكرام إليكم بعد حوالي 10 دقائق من الآن، من أجل نتقاسم ونشاهد وياكم فعالية قرعة كأس العالم والمباريات المؤهلة لكأس العالم الفاصلة. يا ترى بعد حوالي 4 ساعة من الآن سنتعرف على المنتخب الذي سيواجه المنتخب الجزائري. قبل أن أختم أوجه فقط التحية إلى إبراهيم علي بوعافية وابنه يونس. إبراهيم علي بوعافية وابنه يونس من القبة أحييكما، وإبراهيم هو شخص عزيز على قلبي، أحييك يا إبراهيم رفقة ابنك يونس. بهذا مشاهدنا الكرام قد انتهى وقت حصة من حضرة إفريقيا، وسنعود إليكم في مباشر خاص بقرعة كأس العالم.